وبعد ما تابعنا المادة السابقة رح نرحب بضيفتنا بالاستوديو دكتورة رولا صيداوي أخصائية بعلم النفس ورح نحكي معها عن الضغوط النفسية الحياتية واليومية. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي أكثر أو ببداية حديثنا قبل ما نفوت بأنواع الضغوط كيف ممكن نحن نواجهها، خلينا نتعرف منك مفهوم الضغط أو الأزمة مثل ما كنت حابة تسميه. هلأ بداية تعريف الأزمة هي تهديد أو هي خطر يهدد حياة الأفراد، الدول، حتى الدول الكبرى، الأفراد، الأشخاص، الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة، ويعطل سير العمل بشكل عام، يعطل سير العمل في الحياة، يعني يصير في تباطؤ بالعمل، تباطؤ بالإنتاج بشكل عام. نعم. طيب دكتورة، يعني بعلم النفس بالعموم كتير حكى عن أنواع الأزمات الحياتية اللي ممكن الناس تمر فيها، خلينا نحكي عن أنواع هاي الأزمات أو أنواع الضغوط اللي ممكن الشخص يتعرض لها. هلأ في عنا نحن عدة أزمات، يعني في أزمات اقتصادية، في أزمات نفسية، في أزمات إدارية، في أزمات حياتية أسرية، في عدة أزمات بالنسبة هي للشخص. يعني عادة ممكن شخص يكون هو نفسه المتعرض لأزمات اقتصادية كفرد في المجتمع، يكون متعرض لأزمة نفسية أيضا، متعرض لأزمة أسرية، يعني في مشاكل بالأسرة، في عدة أزمات. في ناس بتعالجها بشكل سريع، في ناس بتتباطأ بالعلاج، في ناس ما بيتوفرها فرص الإنقاذ السريع كما نعبر عنه. فهناك عدة أنواع من الأزمات. طبعا في أزمات بشكل عام، يعني كل قطاع له أزماته الخاصة. يعني دكتورة، بعلم الموارد البشرية وبعلم التنمية دائما منراهن على قدرة الإنسان بمواجهة الضغوط والأزمات، التكيف. خلينا نحكي اليوم كيف بيقدر الإنسان يواجه هاي الضغوط، شو الآليات اللي لازم يمتلكها؟ هو الأمر بشكل عام ككلمة أزمة، الأمر صعب، يعني هي كلمة نواجه قدر الإمكان، ليس بالكلمة السهلة، لكن منحاول قدر الإمكان. ما منيأس دائما، في عدة نحن بنذكر بالآيات القرآنية دائما بنستشهد فيها أنه على التوكل على الله مع العمل، مع الإيمان بقدرات النفسية، فإذا عزم فتوكل على الله. فنحن بدنا نعزم هذا العمل والتغيير بأنفسنا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لكن ما منتباطئ عن العمل. أنا بؤمن بنفسي، بؤمن بقدراتي. طبعا في بعض الأشخاص ما في مين يوجهها، ما بتعرف انه في عندها امكانات وقدرات ومهارات، لكن من يعني من نطلب منها انه تتوجه. الان في عندنا وسائل كثير، البرامج دعم النفس، دعم القدرات والمهارات عبر حتى الاونلاين، يعني مو شرط يكون انه يسجل، اذا كان مثلا تكون مجانا هي تطوعي. يعني الفرد اللي بيقول لك انا الوارد عندي قليل، لا بدل ما سجل دوره بجيبهم لاولادي احتياجات، هون هو تطوعي. في عنا كادر شبابي فعلا عم يعني راهن نفسه انه فورا حتى يدعم الشباب، الشابات، المراهقين، حتى في منهم للمسنين، حتى يخففوا من الضغوطات النفسية اللي عم يعانوها. اكيد يعني بالظروف اللي نحن عم نعيش فيها اليوم قد ايه مهم يكون في تطبيق حقيقي لعملي لكل اللي يمكن الشيء اللي حكينا عنه من قواعد علم النفس. يمكن في اشخاص كثير بهذا الوقت عم بيمروا بضغوط أقوى منهم، خلينا نحكي عن كمان إدارة الأزمة. يعني في أشخاص بيكون عندهم قدرة للتأقلم بشكل أسرع، إيجاد حلول وقت يكونوا موجودين بأزمة، وفي أشخاص لا، بحاجة لمساعدة، بحاجة لحدا يوجههم. خلينا نحكي عن هدول النوعين وشو ممكن نقدم نصائح للأشخاص اللي بحاجة لمين يوجههم شو يعملوا. في نقطة مهمة بذكرها، انه الأزمة صعبة بشكل عام وعلى الجميع. طبعا في تفاوت، يعني في ناس أصعب عليها من ناس، ناس فقدت عملها، ناس فقدت صحتها، ناس صار عندها أولادها ضغط نفسي عند الأولاد ما عم يدروا يأمنوا طلباتهم، فحتى نكون واضحين. لكن في نقطة انه دائما أنا التفكير بهي الأزمة الحالية وبخلي نفسي ضمن هي الدائرة انه أنا محبط، ما عم بقدر أمن كل مالي، بصير فوق الأزمة الاقتصادية اللي عايش فيها أزمة نفسية. الأزمة النفسية كل كون تعرفوا انه بدها معالجة، بدها أدوية، بدها متابعة، فصار عنا وارد إضافي غير الوارد الاقتصادي اللي نحن عنا مثلا ضئيل فيه، فنحن او يعني ضئيل. فنحن هون النقطة انا بقول اذا عنا آبائنا امهاتنا، تعرفي انت لما بينزل على السوق بيلاقي لك انه ضغوطات نفسية وغلاء والى اخره، صار في عنده مشكلة نفسية غير المشكلة الاقتصادية. انا بنصح يعني كموجهة نفسية من ضمن مفهوم الصحة
الصحة النفسية، نهتم بآبائنا، نهتم بأبنائنا، نحاول قدر الإمكان. أنا إذا كنت مثلا لوالدي، حتى أصدقائي صديقاتي، أعمل لهم يعني حلقات المتابعة، الدعم النفسي، نحثهم على يسجلوا بهالبرامج اللي بتقوي لهم إرادتهم. كمان الإرادة القوية هي بيقدر يتخطى الأزمات، يعني ما بننكر إنه في أزمة، لكن كمان نحاول نتخطاها، ما نضل تحت دائرة الاكتئاب والضغوط النفسية والمرض والفقدان لون وطعم الحياة. محاولة إيجاد حلول ولو بسيطة يعني. هلا إيجاد الحلول قدر الإمكان. الآن في كتير دورات وبرامج، وحتى في مؤسسات تربوية وتعليمية، مؤسسات ضمن الشؤون، إنه يقدروا المشاريع صغيرة. يعني ممكن مثلا إنه الآن أنا لاحظت امبارح إجاني اتصالات تأسيس لجمعية بدهم هن يعني نختار لهم الناس اللي بدهم عندهم مثلا تعليم الخياطة، المهن هاي اليدوية الصغيرة، وبيقدروا هن اللي يمولون، يعني كحل منقول سريع للأزمة. يعني في عنا كتير شابات عاطلة عن العمل، أو هن ما كملوا، ما تاحت لهم الظروف يكملوا تعليمهم، فهن بده يأهلون ليقدروا هن يفوتوا بهالمشاريع الصغيرة، بيعطوها مثلا سواء إذا كانت خياطة أو أشغال أو كروشيه إلى آخره. فهي خطوة جيدة، مبادرة جيدة، وبتساعد الناس على تطلع من هالأزمة والاكتئاب والضغوط اللي هي عايشة فيها. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي ذكرناها، وين في أنا برامج أو محطات تقدر، أو حتى في عنا ورشات للدعم النفسي، وغالبا عم تكون على فكرة مجانية، يعني هي عم تكون بس لحتى تأهل الناس تخفف لهم ضغوطاتهم. زيارة، أنا بقول معلش لو ضغوطات نفسية ناخد الأولاد الحدائق، هي بتخفف شوي عن يعني دائما الجلو بالطبيعة بخفف من الضغوطات النفسية. وموجودة عنا حدائقنا، ما بدها أي تكاليف ومصاريف يعني. صحيح. دكتورة حضرتك حكيت يمكن كيف اليوم الكبار بيقدروا يخففوا الضغوط عن الصغار إذا بدنا نقول، خلينا بالوقت المتبقي ناخد منك نصائح كيف ممكن نحن نواجه أي مشكلة. دائما أي مشكلة بتواجهنا بيكون في حالة الانفعال أو العصبية، أو أنه ما في أي حل قدامي، ولكن بدنا نحاول قد ما فينا نلاقي حل مثل ما بيقولوا. كيف فينا هيك نتخلص أول شيء من هاي المشكلة العواطف اللي بتكون، لنقدر نروح على المحاكمة العقلية؟ هلأ بشكل عام أنا بدي يدير عندي أزمة معينة، سواء أزمة نفسية اقتصادية. هلأ خلينا نحكي بالأزمة النفسية بداية. أنا كأزمة نفسية قلنا بدنا أنا مرن نفسي، أكون متفاعلة مع نفسي، عاون نفسي، وأقدر أشوف وين في محطات بقدر. هلأ أزمات النفسية كل إنسان بتعرض إلها، يعني هذا أمر طبيعي، لكن بتختلف الدرجات والمتفاوتة. بس إذا تركنا أنفسنا عم نصل لمرحلة الاكتئاب، مرحلة أحيانا الانهيار العصبي، نحن ما بدنا نصل تماما، فصار بده علاج أكثر، صار بده متطلبات أكثر. فإحنا خلينا نعالج نفسنا قدر الإمكان. أنا بحاول وين في أمور بتخفف، كمان دائما متابعة الأخبار السيئة كمان بتزيد الضغوط النفسية. يعني أنا نوعا ما بفضل الله متمكنة من نفسي، ما أتأثر بهالأخبار. امبارح عم بقرأ الأخبار، نفسيا يعني صار في عندي توتر إنه أخبار كلها البعض هدفه ينشر هاي الأخبار، والبعض بتلاقي عم ينشر بشكل تلقائي. فأنا هون بدي إنه الشيء اللي بيعمل لي توتر أبعد عنه، أبعد أولادي عنه. بالنسبة للأزمات، إذا أنا في أزمة اقتصادية بحاول قدر الإمكان، يعني نحن بنقول كنا نقول دوما لأولادنا بالورقة والقلم، تسجل من 1 لـ 2 لـ 3 شو عندك الضروريات الأولويات، الشيء اللي مالي مضطر عليه بهالوضع الحالي اللي نحن بنقول بلا. نمرن أولادنا، نعلم أولادنا أنه فترة بإذن الله زائلة، يعني نلقن أولادها حتى ما ينصابوا فوق الضغوط النفسية اللي عند الآباء عند الأبناء. فنحن بنلقن أولادنا أنه هي فترة وزائلة، مر علينا أوقات صعبة كتير والحمد لله تجاوزناها، سنوات مو يوم أو يومين، بإذن الله بنتجاوز هاي الأزمة إن شاء الله يا رب. يعني مع هاي خليني أقول شوية الطاقة اللي عطتينا إياها اليوم، ونتمنى تكون وصلت كمان للمشاهدين إن شاء الله. بدنا نشكر وجودك معنا دكتورة رولا صيداوي، وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك. شكرا، وانتو شكرا لكم لبرنامجكم. شكرا لك، وأهلا وسهلا فيك.